ما بين الخيال والواقع، ما بين الفن والموسيقى الراقية التي غذت الروح وبعثت فيها الأمل ببكرة أحلى. اليوم وصلت دار الأسد للثقافة والفنون لعامها 18 لتثبت لكل العالم أننا هنا يدا واحدة نبعث الفرح في قلوب الناس. واليوم سترسل نانسي زعبلاوي بصوتها رسالة حب من دمشق لكل الوطن العربي. والله ما بالمصف هذا الشعور، هو اللي بيخلينا يمكن نغني حلو. انا هيك بحس انا مغناي واحساسي بيطلع منهم، من عيونهم، من 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 تفاعلهم معي، من قلوبهم اللي هيك عم تحكي. بحس ما في احلى منه شعور. دائما لما بيكون في شيء مناسب وبيضيف لإلي اكيد بكون متواجده وبكل شرف، يعني بالعكس بنبسط من كل قلبي. الالبوم انا عم خلص الالبوم، هلا في اغاني عم تتحضر رح ينزل منها، يعني اغنيه تباعا ورا اغنيه. احنا اليوم بحاجه لاصحاب لاصدقاء يكونوا معنا، مو كفنانين بس انه والله منافسين اعداء، ابدا. فينا نكون منافسين، فينا نكون بنحب بعض. فانا كثير بتشكر وجودهم، يعني فردا فردا، فنان فنان، بسطت فيهم من كل قلبي. أكيد نانسي صديقة قديمة كتير، يعني بيجمعنا غير الفن، بيجمعنا صداقة. وهي من الأصوات اللي أنا بتجذبني جدا، ومن الأصوات اللي كتير بتأثر فيني. فما يعني أنا من ناحيتي ما فوت لحفلة، وبالإضافة إلى صداقتنا اللي أنا بعتز فيها كتير وتشرف فيها كتير. قديش حلو نانسي اللي عم تعمله التواجد والإصرار أنه هي تتواجد بكل فترة بدار الأوبرا، تتعامل هيدا الحضور الحلو اللي عم يجرى، عم يرجعنا فعلا للزمن القديم، عم تحط هيك البصمة الحلوة بأغنية الجديدة. سعادة كتير، كلياتنا مبسوطين صراحة، يعني بتلاقي الجمهور من كل أعمار مبسوطين عم زقفوا مستمتعين معها بكل لحظة، ونحن دائما موجودين معها، يعني نحن رفقات من قبل، وأكيد بكل خطوة نحن متابع بعضنا، وهذا الشيء الأحلى شيء ممكن فنان يقدمه لفنان تاني. طبعا أكيد الدعم مطلوب نحن لبعضنا، ليش لا؟ يعني ما في اي سبب يخلينا نفكر انه حفله فنان تاني انا ما بجي عليها، ان كان شاب ان كان بنت ان كانت نفس الستيل اللي انا بغنيه. بالعكس ما في حدا بياخذ من درب حدا شيء، بالعكس شيء كتير حلو. ونانسي اليوم غنت كتير حلو. اعوام مضت ما بين موسيقى مسرح وغناء، أعوام من المواهب الفنية التي انطلقت من مسرح الأوبرا بدمشق للوطن العربي، أعوام من الفن، الإبداع والثقافة، لتبقى دمشق عاصمة الحب والفن، لتبقى دمشق تزهر بياسمينها وتنشر عطرها بالوطن العربي. ورد العشرين البنت أنا